عينو في ترابيزة هناك فاضية، خد لنا فيها حاجة نحجزها. مش اشراغة في اخر ترابيزة فاضية، نخد فيها حاجة مازن ومحمد شيلوا حاجة من الحاجات حقتنا هنا، خدتها في الترابيزة الفاضية دي عشان نحجزها بيها، عايز هتبقى صانية حلوة. ممكن نط من هنا الصواريخ. يلا قفلوا صوركم صورة يا جماعة.